مرحبا بكم مجددا، وبنبدا معاكم اولى فقراتنا الحواريه في هذا الصباح وقراءه في اهم الموضوعات والعناوين اللي طلعتنا بها الصحف المصريه الصادره صباح اليوم. يقرا معي هذه العناوين الاستاذ علاء معتمد الكاتب الصحفي. مرحبا بحضرتك استاذ علاء، وصباح الخير لحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. اسمح لنا في البدايه ان نبدا من جريده الاهرام ونطالع منها تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر واريتريا، السيسي يبحث مع افورقي ارساء الاستقرار في القرن الافريقي. ربما العلاقات المصريه الاريتريه هي يعني علاقات متميزة، علاقات لها أبعاد كثيرة يعني خاصة في هذه الأونة، وتركيز مصر على أن بعض الدول الإفريقية والقرن الإفريقي بشكل عام أهميته في هذه المرحلة. أستاذ علي من وجهة نظرك هي احنا خلينا من البداية نتفق على أن هناك طفرة كبيرة في العلاقات المصرية الأفريقية بشكل عام. مصر حريصة على أن تؤكد علاقتها وانتمائها الإفريقي مع جميع الدول الإفريقية. الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما على توطيد وتعزيز العلاقة مع جميع الدول الإفريقية. الزيارة اللي قام بها الرئيس إريتريا أساسي أفورقي لمصر بالأمس كانت زيارة هامة جدا، وهذه يمكن الزيارة رقم 16 اللي بيقوم بها الرئيس أساسي أفورقي لمصر، وهي زيارة هامة جدا في هذا التوقيت. إريتريا بتلعب دور كبير وحيوي في الحفاظ على أمن البحر الأحمر. مصر بتعتبر أن البحر الأحمر أمن قومي بالنسبة لها، وحريصة دائما على تعزيز الأمن القومي لها من خارج حدود مصر وليس داخل فقط داخل حدود مصر. أيضا هناك مجالات كثيرة جدا للتعاون ما بين مصر وإريتريا في مجالات الزراعة والثروة السمكية والكهرباء والصحة. مصر بتمد يعني إريتريا بالعديد من الخبراء العاملين في مجال زي ما قلت حضرتك في مجالات الزراعة والكهرباء. أيضا هناك تعاون أمني ما بين مصر وإريتريا للحفاظ على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. كلنا شايفين التهديدات اللي بتحيط بمنطقة الشرق الأوسط وبتحيط أيضا بالقارة الإفريقية، وبالتالي هذا دور هام جدا بتلعبه مصر في هذا المجال، وبتحرص دائما على تعزيز التعاون ما بين مصر وما بين جميع الدول الإفريقية من أجل الحفاظ على أمن القارة الإفريقية. خلينا نروح لعنوان آخر من جريدة الأخبار ونطلع منها فرص عمل جديدة في مراكز الشباب. اللجنة الوزارية الاقتصادية تتابع إجراءات الإصلاح وخفض معدل الدين العام. يعني فكرة توفير فرص عمل جديدة في مراكز الشباب يعني على أي أساس يعني سيتم الإعلان عنها مثلا في الفترة المقبلة؟ بالأمس كان اجتماع هام جدا للجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وناقشت مجموعة من الموضوعات كان أهمها توفير فرص عمل جديدة للشباب. موضوع البطالة في مصر من الموضوعات الهامة جدا اللي الدولة بتوليه اهتمام كبير. موضوع البطالة بيشكل أمن اجتماعي بالنسبة لمصر. توفير فرص عمل للشباب عامل هام جدا الحكومة بتحرص عليه. لا يمكن تحقيق أو الحديث عن تنمية اقتصادية بدون توفير فرص عمل للشباب. الموضوع اللي تحدثوا فيه بالأمس اللجنة الوزارية والوزراء المعنيين، وكان من بينهم الحاضرين وزير الشباب الدكتور خالد عبد العزيز، أكد أن إمكانية إقامة مشروعات صغيرة للشباب داخل مراكز الشباب. مراكز الشباب يعني موجودة ومتوفرة ومنتشرة في جميع قرى ومحافظات الجمهورية. من الممكن إقامة مشروعات صغيرة داخل هذه المراكز بتوفر فرص عمل للشباب. مشروعات صغيرة عامل أساسي وكبير جدا في توفير فرص العمل، وما بتتطلبش يعني تمويل كبير، ما بتتطلبش مجهود كبير، ولكن بتتطلب من الشباب إرادة فقط وتعاون من الدولة وتشجيع وتبني الدولة ورعاية من الدولة لهذه المشروعات. ممكن إقامة داخل المراكز الشباب ان يعني توفير محلات تجارية، توفير إقامة ان هو يدير داخل المركز الشباب ملعب لكرة القدم، ملعب للسلة. مثل هذه المشروعات ممكن انها توفر فرص عمل، وايضا بتنمي وبتزيد من يعني الثقافة لدى الشباب، إقامة مشروعات ثقافية. كل هذه الأفكار هي أفكار جديدة وأفكار يجب تبنيها ورعايتها. أيضا الاجتماع بالأمس ناقش موضوع الدين العام، وده موضوع مهم قوي، والمشكلة الاقتصادية وعملية الإصلاح الاقتصادي اللي بتنفذه الحكومة حاليا عملية هامة ومستمرة. وزير المالية استعرض كيفية
خفض الدين العام. ده بيتم من خلال ان انت تزود الايرادات وتقلل المصروفات، وزياده ايرادات الدوله من خلال عمليه الاصلاح الضريبي اللي بتقوم بها الدوله في الفتره الاخيره. شفنا تطبيق موضوع ضريبه القيمه المضافه، وشفنا تعديلات في قانون الضريبه على الدخل، وايضا حرص على الضريبه العقاريه وتفعيل قانون الضريبه العقاريه. كل ده بيزود وبينمي من ايرادات الدوله وايرادات الحكومه، وبيقلل من يعني العجز الكبير الموجود في الموازنة العامة للدولة. أيضا هناك مشروعات أو ما يسمى بمشروعات الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص. مشروعات الشراكة دي بتقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة، وبتدي للقطاع الخاص فرصة لمشاركة الحكومة في إقامة مشروعات جديدة. ده بيؤدي ان انت تخفف الضغط وتخفف حمل تمويل مشروعات جديدة، وفي نفس الوقت بيدي للمواطن اللي هو محتاج خدمات ومحتاج مشروعات، سواء اذا كانت هتوفر فرص عمل او هتتيح له خدمات جديدة او تحسن من الخدمات اللي بتقدمها الدولة للمواطن، وبالتالي بتحقق يعني تحقق مجموعة من الفوائد للجميع. طيب لو اتكلمنا عن اجراءات الاصلاح، يعني هل يعني ما هي الثمار اللي تحققت على ارض الواقع من هذه الاجراءات حتى الان؟ واحنا مثلا متى سنشهد استقرارا في سعر الصرف تحديدا في الدولار مثلا؟ لغايه دلوقتي يمكن ما فيش اختلاف كتير في سعر اللغات اللي هو موجود دلوقتي، متى سنشهد تحسن؟ هل ده مرتبط بزياده الانتاج في ظل المشروعات القوميه اللي بتجرى؟ هل ستكون لسه مثلا قدامنا فتره كمان علشان نحقق التوازن وتبقى عندنا برضو انتاجيه عاليه تقابل ما نستورده من الخارج؟ هناك تحسن كبير وملحوظ بتؤكده جميع المؤشرات الاقتصاديه. كل الاقتصاديين بيقولوا ان هناك زياده كبيره في الاحتياطي الموجود لدى البنك المركزي. تخطينا لاول مره في تاريخ مصر ان انت توصل الاحتياطي في البنك المركزي يصل الى 37 مليار دولار، وهو رقم كبير جدا. ايضا هناك يعني تراجع في عجز الميزان التجاري لمصر، هناك زياده كبيره في الصادرات مع تراجع الواردات. تحسن الميزان التجاري لمصر ده في حد ذاته مؤشر إيجابي ومؤشر كبير، ويدل على أن الإصلاح الاقتصادي بيسير في مساره الصحيح. أيضا هناك مشروعات استثمارية جديدة، وبدأ الاستثمار الأجنبي المباشر القادم لمصر في زيادة يعني ملحوظة. كل هذه العوامل، طبعا المشروعات الاستثمارية الجديدة والاستثمار الأجنبي المباشر القادم لمصر، ده بيوفر فرص عمل للشباب، بيزيد من الإنتاج، بيعطي فرصة لزيادة الصادرات وتواجد المنتج المصري داخل الأسواق الخارجية في العالم. كل دي مؤشرات إيجابية أعتقد إن احنا بدأنا نلمسها في الفترة الأخيرة. هناك مجموعة من المشروعات القومية الكبرى التي بدأت تدخل الخدمة بالفعل، زي المشروعات اللي بيفتتحها الرئيس مؤخرا، سواء في الطرق، سواء محطات كهرباء، محطات مياه. كل هذه ثمار للإصلاح الاقتصادي. هذه المشروعات لم تكن أبدا لتقام إلا إذا كانت لديك استقرار اقتصادي ولديك موازنة مستقرة. أيضا إذا كنت حضرتك بتسأل على سعر الصرف، سعر الصرف مستقر حتى الآن، لا نشهد فيه أي أزمات في النقد الأجنبي، بل بالعكس هناك إجراءات اتخذها البنك المركزي في الفترة الأخيرة بالسماح للتداول بأي كمية في النقد الأجنبي، وخروج هذا النقد للشركات أو المشروعات المقامة الأجنبية المقامة في مصر. المستثمر الأجنبي قادر على أنه يخرج بأرباحه للخارج وقت ما يشاء. خلينا نروح ايضا من ضمن القطاعات اللي هي بتشهد تطوير، قطاع الكهرباء وتصريحات لوزير الكهرباء شاكر مصر انسب دول الحزام لجذب الاستثمارات الطاقه الشمسيه، مصنع عملاق للخلايا يوفر الاحتياجات المحليه ويصدر الكهرباء. وكمان وزير الكهرباء تحدث عن توفير المليارات لتطوير شبكه الكهرباء بشكل عام في مختلف محافظات الجمهوريه. انت شايف يعني القطاع يعني الكهرباء بيحقق طفرات في الحياه على ارض الواقع، يمكن كلنا بنلمس هذا الموضوع، وفي اهتمام كبير جدا بهذا القطاع. هي هذا القطاع وهذا الملف ملف هام جدا، والدولة بتوليه اهتمام كبير بعد ما شاهدنا في سنوات سابقة يعني مشكلة الكهرباء. ولا يمكن تحقيق أي تنمية اقتصادية بدون توافر للطاقة، سواء للكهرباء أو مصادر الطاقة الأخرى. مصر بتتميز بتوافر جميع مصادر الطاقة، سواء مصادر المتجددة، هناك طفرة في موضوع الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة من مصادر أخرى زي الرياح، زي الطاقة الشمسية. هناك مصانع ومصانع بدأت عملاقة لإقامة محطات الكهرباء والطاقة بالطاقة الشمسية. كل هذه المشروعات بتوفر لمصر أرضية أو بنية أساسية
جاهزه للمستثمرين ان هم يقيموا مشروعاتهم في مصر. قطاع الكهرباء قطاع واعد جدا سواء للاستثمار، سواء لاقامه محطات، سواء لاقامه مشروعات للمستثمر الاجنبي والشريك الاجنبي. يمكن كان هناك لقاء مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر مع احدى الشركات الالمانيه، اكدوا فيها على اهميه الاستثمار في قطاع الكهرباء في مصر. عندنا منطقه الزعفرانه من المناطق الهامه جدا في توليد الطاقه من الرياح وايضا من الطاقه الشمسيه، وبالتالي هناك يعني حنقول مستقبل واعد لقطاع الكهرباء كما كان ايضا لقطاع الاتصالات من قبل. طيب خلينا نروح لعنوان اخر من المصري اليوم، واعلن المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره استثناء المصابين في العمليات الحربيه والامنيه ومصابي الثوره والمحاربين القدامى من شروط مسابقات التعيين. يعني في اجتماع النهارده للجنه اللي شكلها رئيس مجلس الوزراء لبحث هذا الامر وقواعد تشغيل مصابي العمليات الحربيه والامنيه وتوفير نسبه 2% من الوظائف في الوحدات الاداريه، طبعا مع استثناء شرط الإعلان والامتحان. أهمت هذا الأمر وهو ناحية معنوية وتقديرية للتضحيات بالطبع اللي قدمها يعني أسر الشهداء والمصابين. الحقيقة ده أقل شيء ممكن نقدمه لأسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية سواء من القوات المسلحة. أبطالنا اللي بيسقطوا شهداء سواء من الجيش أو من الشرطة بسبب هذه العمليات الإرهابية الغادرة بتحتاج من الدولة كامل الرعاية لأسر هؤلاء الشهداء أو المصابين. يمكن في فترة كنا بنتكلم على الشهداء بشكل أكبر، لكن هناك أيضا المصابين الدولة بتوليهم رعاية كاملة منهم، سواء المصابين أنفسهم اللي سواء إن هم بيتم معالجتهم أو علاجهم في الخارج أو داخل مستشفيات مصر، زائد أيضا أسر هؤلاء المصابين يتساووا مع أسر الشهداء اللي كانوا موجودين، يعني اللي سقطوا شهداء من أجل الدفاع عن هذا الوطن. رعاية أسر هؤلاء المصابين بتكون بتوفير فرص عمل للأقارب اللي هم الدرجة الأولى لهم، سواء الأخ أو الزوج أو يعني أو الزوجة أو الابن، بتوفير فرص عمل واستثنائهم من شروط التعيين سواء بالإعلان أو بالاختبارات اللي كانت موجودة أو اللي بتقدم لجميع من يتقدموا لتعيين في الوظائف في الدولة. هذا الأمر أمر هام، وهو مجرد زي ما حضرتك قلت قد يكون تقدير معنوي وبيؤكد حرص الدولة ورعايتها واهتمامها وتقديرها لما يقدمه هؤلاء سواء الشهداء أو المصابين من الجيش أو الشرطة. طيب بالنسبه بقى كمان للشروط اللي هي التقديم، يعني هيبقى مثلا بيقدموا في الجهات اللي هم تابعين ليها كوزاره الدفاع، وزاره الداخليه او غيرها، وبعد كده بتبقى اللجنه هي المسؤوله عن بقى الاعلان وتحديد الاسماء اللي هي وفقا ل اعتقد ان الدوله معين. والجهاز المركزي للتنظيم والاداره اصدر القواعد اللازمه للتقدم، وهذه القواعد والتعليمات بتذهب ل يعني اجهزه الدوله المختلفه اللي بتحتاج لوظائف وبيتم الاعلان عنها. اذا تم الاعلان عن وظيفه معينه بيتم استثناء اسر المصابين بما يثبت ان هو زي ما قلنا الابن او الاخ طبعًا. او الزوجه من طبعًا. شروط التعيين يعني بيبقى في اجراءات معينه يتم طبعا الاعلان عنها وتوضيحها للراي العام بشكل بالظبط. طيب خلينا نروح لعنوان اخر من جريده الوطن. الاعلى للاعلام يطالب الصحف والفضائيات بالالتزام بالحياد عدم التمييز بين المرشحين. المجلس يضع معايير لتغطيه الانتخابات تتضمن حظر التعرض للحياه الخاصه او الخوض في الاعراض والمساس بالكرامه. يعني طبعا ما احوجنا بالطبع الان اللي احنا خلاص يعني المفترض يكون في حياديه وفي نزاهه والساحه مفتوحه للجميع اللي هو بيعرض افكاره والمختلفه. دور الاعلام في هذه المرحله حتى يقوم بعمليه توعيه كمان، يعني توعيه ان نكون ايجابيين ومشاركين في العمليه الانتخابيه. دي لاول مره طبعا بتعقد الانتخابات في وجود المجلس الاعلى للاعلام. تمام. شفنا من قبل كان هناك فوضى اعلاميه في التعامل مع مثل هذه الانتخابات او في الظروف المشابهه. المجلس الأعلى للإعلام الآن بينظم هذه العملية ويضع ضوابط وشروط وقواعد للتنظيم للمعالجة الإعلامية أو للتغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة. الانتخابات على الأبواب، يعني هنقول أنها بدأت إجراءاتها بالفعل بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن
مواعيد العمليه الانتخابيه او الجدول الزمني للانتخابات، وبالتالي التغطيه الاعلاميه لهذه الانتخابات يجب ان تكون محايده. المجلس اكد على ضروره ان تكون هناك حياد، والا تتعرض الوسائل الاعلام المختلفه بالتجريح او للحياه الشخصيه للمرشح. هناك ديمقراطيه حقيقيه فعلا بنعيشها في الوقت الحاضر، من اراد ان يترشح فليترشح، وهناك شروط وضوابط لعمليه الترشح، من يستوفي هذه الشروط فعليه التقدم للترشح. وشفنا يعني القواعد التي نص عليها الدستور في هذا الأمر، ان هو الشروط سواء التوقيعات اللازمة من مجلس أعضاء مجلس النواب أو من 25,000 من المحافظات المختلفة بتزكية هذا المرشح أو ذاك، كل هذه القواعد تغطية العملية الانتخابية، التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية يجب أن تكون محايدة للجميع. هناك تساوي يعني مساواة ما بين المرشحين، لا ينحاز لمرشح عن آخر، سواء حتى لو ترشح رئيس الدولة الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات القادمة، وكلنا يعني يمكن بنزكي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن إذا تم ترشح كل من سيترشح يعني لابد وأن تكون هناك مساواة وحياد في عملية التغطية الإعلامية في هذا الأمر. طيب، فكرة كمان التوعية يا أستاذ علاء مهمة جدا، لأن إحنا صوتك ده مهم وأمانة، ولابد اللي أنت تشارك في العملية، يعني نستبعد بعض الأفكار اللي هي ربما قد تكون موجودة بأن البعض العملية محسومة مثلا أو ستذهب إلى مرشح معين أو غير ذلك من الأمور. بالعكس، النتيجة بتبقى حاسمة، صوتك بيبقى مؤثر حتى لو كانت محسومة لشخصية معينة أو أيا كان، نسبة المشاركة برضو بتبقى رسالة قوية سواء للداخل وسواء هو الدور ده هو ده المهم، الدور الأهم الذي يجب أن يلعبه الإعلام في هذا الشأن، إن هو يوعي المواطن بحقوقه السياسية، بيوعي المواطن بضرورة النزول والمشاركة وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، أهمية وجود المواطن بصوته كصوت شريك في إدارة هذه الدولة. صوتك أمانة، ويجب أن تتحمل الأمانة، ويجب أن تكون مسؤولا أمام الله أولا وأمام الدولة بأنك أديت صوتك واخترت، لأنك ستكون مسؤولا عن هذا الاختيار لما تختار رئيس وتبقى أنت المسؤول عن اختياره. إذن فأنت تشارك في قيادة هذه الدولة وفي إدارة هذه الدولة، وده دور هام جدا للإعلام يجب أن يلعبه في المرحلة القادمة. طيب، هل ربما نشهد تغيرات مثلا في العملية الانتخابية، نشهد مرشحين أيضا، ولا أنت توقعاتك لشكل الانتخابات القادمة؟ أكيد هيكون في مرشحين، ويمكن أعلنوا بالفعل أن هم يمكن بدأت الحملات الانتخابية. شفنا خالد علي، شفنا محمد أنور السادات بدأ الإعداد للترشح والتقدم للعملية الانتخابية. ما زال حزب الوفد سيعقد اجتماع قريب ليحدد خلال أيام، قد يكون يوم السبت القادم، لإعلان من هل سيرشح رئيس الحزب أم لا. أيضا جميع يعني بعض الأحزاب الأخرى ستعقد خلال الأيام وستعلن موقفها، سواء بتأييد مرشح بعيني قد يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي او غيري، او اختيار مرشح لها ليخوض الانتخابات. ده كل هذه الخريطه ستكون واضحه تماما خلال الاسبوع القادم باذن الله. تمام. طبعا دور الاعلام بقى في الفتره بعد الترشح واعلان الاسماء هيتعامل هو برضه بطبع اتاحه الفتره الزمنيه المتاحه لكل المرشحين، زي ما احنا شفنا يمكن في تجارب سابقه، ولا هيبقى في نظام مختلف؟ اكيد كان في تجارب سابقه، والتجارب السابقه يمكن كانت قد يشوبها بعض الأخطاء أو بعض العيوب، لكن الآن هناك مجلس أعلى ينظم هذه العملية ويرصد بدقة. يعني ربما في قواعد بيحددها، وهذه القواعد حددها بالفعل بضرورة الحياد وبضرورة عدم، زي ما قلنا حضرتك يمكن في الخبر المكتوب، عدم التعرض للحياة الشخصية للمرشح، عدم التجريح في أي من المرشحين بالنسبة للقناة التلفزيونية للدعاية، وهذه الدعاية يتم إتاحة الفرصة للجميع، وفرصة متساوية سواء في المدى الزمني في عملية الاستضافة إذا كان هيستضيفه في إحدى البرامج، أو هناك يكون حياد وتكون مساواة ما بين جميع المرشحين في جميع الحقوق عشان تبقى أكيد العملية متساوية. طيب، عنواننا الأخير من جريدة الأهرام، والمركزي يحذر من التعامل بالعملات الافتراضية البيتكوين. هي البيتكوين يعني في منتهى الخطورة. هذا الأمر في منتهى الخطورة. التعامل مع العملة الافتراضية، هذه أولا هذه العملة لا يصدرها أي بنك مركزي، وليس هناك سلطة مركزية مسؤولة أو سلطة إصدار كما يسميها الاقتصاديون، سلطة إصدار تصدر هذه العملة.
إذن فهي عملة افتراضية، مجرد افتراضية بيتعامل بها بعض المتعاملين على الإنترنت. البنك المركزي بيحذر تماما من هذه العملة. البعض انتقل سعر هذه العملة، بدأت ب 600 دولار وصلت ل 17,000 دولار ثمنها، فجأة بتنزل ل 8,000 دولار. إذن هذه العملية هي عملية مقامرة ومغامرة وفي منتهى الخطورة، وليس هناك من يراقبها وليس هناك من هو مسؤول عنه يمكن الرجوع إليه في حالة التعرض لخسائر، وستكون في هذه الحالة خسائر فادحة لمن يدخل في هذه المغامرة. أيضا هذه العملة بتمول، وحذرت منها الجهات الأمنية أن هذه العملة يعني يتعامل بها الجماعات الإرهابية، يتعامل بها تجار المخدرات، يتعامل بها تجار السلاح، لأنها عملة غير موجودة افتراضية أصلاً. وغير موجودة ولا يمكن الإمساك بها أو إمساك من يتعامل بها. لذلك البنك المركزي أصدر تحذير، والتحذير شديد اللهجة، لأنه غير مسؤول بالمرة عن أي فرد أو أي جهة قد تتعامل بهذه العملة سواء داخل مصر أو خارج مصر. بس في ناس متعاملين بالفعل داخل مصر بهذه العملة الافتراضية. احنا يمكن زي ما قلت لحضرتك العمليات بتمول عمليات في الآخر. نعم، مقامرة، نوع من المقامرة طبعا، مقامرة يعني. ومقامرة خطيرة يعني، مقامرة خطيرة، ولن تجد من يعني تسأله أو من يعني إذا تعرضت لخسائر فادحة لن تجد من تشتكي إليه. طيب أنا بشكرك أستاذ علاء معتمد الكاتب الصحفي على هذا التوضيح وهذه شكرا أستاذ محمد. شكرا متشكر. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الفقرة، لكن فقرات هذا الصباح مع بعد موجز لأهم الأنباء مع الزميلة منى شاهين بعد هذا الفصل.